السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. فيديو سابق تعلمنا طريقة تغيير المواد أو الخامات الملفات الكاد داخل برنامج الرفت، وعرفنا إلى أي مدى نقدر نتحكم فيها. ظهر لك رابط الفيديو في أعلى الشاشة، وتركت لك الرابط أيضا في الوصف لو تحب ترجع له. في هذا الدرس بنتعلم كيفية تغيير الماتيريالز الملفات سكتشوب داخل الرفت، وهنا ممكن نستغل الكومبوننت المجانية المتوفرة في سكتشوب 3D Warehouse. بالمناسبة لو تحب تتعلم سكتشوب، في سلسلة كاملة على القناة عبارة عن 9 دروس بتتعلم من خلالها كل أساسيات البرنامج وتبدأ تشتغل عليه. ظهر لك رابط السلسلة على الشاشة في الأعلى، وتركت لك الرابط في وصف الفيديو. خلونا الآن ننتقل لسكتشوب ونشوف الخطوات بالتطبيق العملي. بهذا الدرس بنستخدم 3 برامج، وبنستخدم سكتشوب أكيد، وبنستخدم الكاد، وبنستخدم الربط. لكن الخطوات جدا بسيطة. نبدأ في سكتشوب، بننزل أي كومبوننت من سكتشوب 3D Warehouse، نروح لقائمة ويندو ونختار 3D Warehouse. أختار كومبوننت بسيطة بحيث أنه ما أطول في الخطوات، لكن الفكرة هي نفسها، بس بتفرق لو عندك تفاصيل أكثر. مثلا نبحث عن Table with Chairs، ومثلا نختار هذا الكومبوننت، نضغط على داونلود. بيسألنا لو نبغى نسوي لها لود دايركتلي على سكتشوب، نضغط على يس. تكون معانا، نحطها بالمكان اللي احنا نبغاه. الآن لو في أي عناصر مثلا تكون داخل الكومبوننت انت ما تبغاها، ادخل واحذفها. يعني هذول مثلا ما ابغاهم، حذفتهم بهذا الشكل. طبعا هذه المودل لما نجي نسوي اكسبورت ما نبغاها، فنحذفها من البدايه، ونحرص واحنا بنشتغل على سكتشوب انه نختار كومبوننت تكون الكواليتي لها كويسه، لانها كلها مجانيه صحيح، لكن في اشياء كويسه وفي اشياء يعني الدرافتنج لها ما يكون ممتاز، الماتيريالز ما تكون ممتازه. فنحرص انه نختار اشياء كويسه ونستفيد منها، ما تكون اشياء تضيع لنا وقتنا على الفاضي. بعد ما نزلناها، الشيء اللي بنسويه انه نبغى نسوي لها اكسبلود، لانها هي اما جروب او كومبوننت، واحنا ما نبغاها تكون لا جروب ولا كومبوننت. ما يفرق معنا الحين نعرف انها جروب او كومبوننت، كل اللي نبغى نسويه ان نضغط في الماوس رايت كليك ونختار اكسبلود مره. طبعا هي بتكون كومبوننت داخل بعض او جروبز داخل بعض، فاحنا بنحدد عليها ونسوي اكسبلود. لو كانت كثيره وحددتها الحين كلها مع بعض، ممكن يعلق عليك شويه البرنامج، لكن بس استنى وبيفك معك، او انه حدد مثلا واحده واحده بس، بحددها كلها ونشوف. لسه بنشوف انه في داخل كومبوننتس او جروب داخل بعض، فنتاكد انها ما تكون خلاص تكون كلها مفكوكه بدون اي جروبس. نشوف انها بهذا الشكل اللي حددنا، ما في اي مربعات او مستطيلات. الخطوة اللي بعدها اللي نبغى نسويها، نبغى نستخدم من الديفولت تري. لو كان موجود عندك من ويندو ديفولت تري، وحط عليه صح أو طلع القوائم اللي أنت تبغى تستخدمها. فعندنا هنا الانتيتي انفو نبغى نستخدمها، ونستخدم التاكس حاليا. اللي بنسويه أنه كل الماتيريال نبغاها تكون تتغير مع بعض، بنخليها تاك لحالها. كيف نسوي كذا؟ طبعا في سكتشوب لما تشيل الجروبز أو الكومبوننت بيكون كل شيء داخل مع بعض. فاللي بنسويه انه بنسوي select by materials. كيف؟ نحدد على اللي نبغاه، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار select، وبعدين all with the same materials، فحدد لنا اياهم كلهم مع بعض. اللي بنسويه انه بنسوي new tag مثلا لهذه الشيرز، وطبعا نسميها بالاسماء الصحيحه بحيث انه يكون اسهل لنا الشغل في الريفت وفي الكاد، ما نقعد نحاول نكتشف هي ايش هذا التاج او اللير. بعدها من التاج على طول نغيرها الشيرز، بحيث انه لو سكرناها من هنا بنشوف انها تختفي. الخطوه اللي بعدها التيبل توب، نحدد عليها في الماوس رايت كليك ونختار سيلكت وall with the same material، بحيث انه يحدد لنا اياها بكل التفاصيل وما نقعد احنا نحددها بنفسها. بعدها نضيف تاج اللي هي التيبل، ونغيرها من هنا ما ننسى تكون للتيبل، لو سكرناها بتتسكر. باقي طبعا اللكس تقريبا كلهم نفس الماتيريال، نحدد على واحدة منهم select all with the same material، وبنشوف انها فعلا كلها تحددت. نختار new tag نسميها لكس، ومن هنا نغيرها. فهذه الخطوات المهمة. الحين لو سكرنا الشيرز واللكس والتيبلز كلها تسكرت مع بعض، طبعا يبقى بس الاوتلاين.
لو تبغى تستخدم نفس الماتيريالز المستخدمة في سكتشب داخل الرفت، تقدر تسوي كذا بكل سهولة بأنك تروح للماتيريالز وبعدها تغير من هنا لو كانت بأي شيء ثاني للمودل. لو في ماتيريال انت شايفها بس مثلا ما انت متأكد هي هذه او هذه، اللي بتسويه تضغط على البي للبينت بوكت او تختارها من هنا وبعدها تضغط Alt علشان يحدد لك الماتيريال المستخدمة. نغيرها المودل فحدد لنا على هذه، مثلا اي ماتيريال ثانية بيحدد لك اياها. تقريبا هذه اصلا بينت لون ما هي ماتيريال. فمثلا لو نبغى نستخدم هذه التكستشر في رفت، اللي بنسويه نضغط في الماوس رايت كليك ونختار اكسبورت تكستشر ايمج ونحفظها. بعدها طبعا في درس كامل تكلمنا فيه انه كيف نسوي كستم ماتيريال داخل الرفت، ظهر لك رابط الفيديو على الشاشة وتركت لك رابط سلسلة الماتيريالز في سكتش اب كلها في الوصف. الآن إحنا ما نبغى نستخدم هذه الماتيريال فما راح نسوي هذه الخطوة، بس نبغى نسوي إكسبورت للفايل. نطلع من هنا نختار فايل ونختار إكسبورت ونختار إنها تكون 3D موديل. نحفظها بالمكان اللي إحنا نبغاه، وبعدها قبل نختار إكسبورت نضغط على أوبشنز ونتأكد بس الفيسز إنها تكون محددة، الباقي شدو لأنه تقريبا هي أشياء ما نستخدمها ويكون حجم الملف أخف. نضغط على أوكي. بس نسمي الملف ونخلي الصيغة لها DWG، نبغى نسوي لها إكسبورت للكاد ونضغط على إكسبورت. نستنى بس لما يسوي إكسبورت. طبعا هنا احنا بس عندنا 3 materials او 3 اشياء نبغى نحط لهم materials، لكن لو في تفاصيل اكثر انت كذا يعني تعرفت الطريقة بالضبط كيف بتسوي. بتسوي select all with the same material وتعين لها tag، ولا تنسى انه من الانتيتي انفو تسوي لها transfer او تغيير للتاج الصحيحة عشان لما نجي في الاوتوكاد نتأكد انها كلها ماشية بالطريقة الصحيحة. نفتح الاوتوكاد نختار file ونختار open ونختارها، نضغط بس على open. بنسوي خطوة واحدة بس في الأوتوكاد نتأكد انها كلها تكون داخل layers الصحيحة. بس يفتح الملف نضغط على select all او اننا نحدد عليها بهذا الشكل، نسوي لها تحديد كلها، نتأكد بس انه كلها تكون داخل selection وان حددناها كلها. بعدها من البروبرتيز بنيجي عند اللايرز عند الكلر ونختار باي لاير، نروح للاعلى ونختار باي لاير. وبعدها بس بنسوي سيف، هذه الخطوه الوحيده اللي نبغى نسويها في الاوتوكاد ونسكر الملف. بعدها بننتقل للربط، من قائمه فايل نختار نيو ومن هنا نختارها family وندخل على الانجليش للمتريك ونختار المتريك فرنتشر اللي هي هذه الفاميلي ونضغط على open. بعدها لو نبغى نسكر كل الفيوز اللي فتحها مع بعض بنروح لقائمة view ونختار close inactive ونتأكد ان نكون في الفيو اللي نبغى نشتغل عليها. بعدها طبعا نبغى نسوي insert الملف الكاد، نروح للinsert ونختار import card ونختار هذا الملف ونضغط على open. بيكون موجود معنا الملف وممكن ايضا نشوفه في 3D. الان كيف نبدا نغير الماتيريال؟ نغير الماتيريال ان نروح لقائمه مانج ونختار object styles ومن هنا نروح للimported objects. نوسع شوي بس عشان نقدر نشوف بوضوح. عندنا طبعا هذه 3 layers او 3 tags اللي سويناها في SketchUp والاوتوكاد. نبدأ في الشير، نضغط في الماتيريال، ممكن ما تشوف انت 3 دوتس بس لما تضغط عليها بتشوفها باينة من هنا. طبعا بنحذف كل هذا الماتيريال ما نحتاجها، نسوي كرييت لنيو ماتيريال ونضغط عليها، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار رينيم، نسميها بنفس الاسماء علشان بس ما نتلخبط. ومن هنا نختار من الابيرنس ريبليس ذس اسيت ونختار اي ماتيريال نبغاها، مثلا نختارها فابريك، يعني اختار الماتيريال اللي تبغاها. من هنا ممكن نختار هذا الماتيريال، نسكرها من هنا. بعدها نروح للجرافيكس ونختار يوز رندر ابيرنس، نضغط على اوكي فخلصنا الاولى. الثانيه نضغط عليها نختار كرييت نيو ماتيريال، بالضبط من هنا نفس الخطوات، رينيم نسميها
وبعدها من الابيرنس بنختار ريبليس ذس اسيت، نفتح الماتيريال ونختار الماتيريال اللي احنا نبغاها. مثلا نختار هذه، نسكر من هنا ونختار يوز رندر ابيرنس، نضغط على اوكي. اخر واحدة اللي هي التيبل، نضغط عليها من هنا على 3 دوتس ونختار كرييت نيو ماتيريال رينيم. بعدها من الابيرنس نختار ريبليس ذس اسيت ونختار الماتيريال للتيبل توب. ممكن نختارها اي ماتيريال، مثلا من الستون نختار هذا الماتيريال، نضغط بس على السهمين. وبعدها من الجرافيك نختار من الجرافيكس نختار يوز رندر ابيرنس ونضغط على اوكي. عشان يكون اللون كولر متماشي مع الماتيريال اللي اخترناها، ممكن ندخل ونصور او نكتب الاسماء او الار جي بي فاليوز لكل واحده من هذه الماتيريالز، وممكن تصورها يعني لو اسرع. مثلا هذه الاولى والثانيه والثالثه، وبعدها نضغط على اوكي ونبدا ندخل الفاليوز هنا. نضغط على الاولى للشيرز ونرجع نشوف ارقامها بالضبط. مثلا للاسف رفت ما في الفاليو للون نفسه او الكود للون نفسه ان نقدر ندخله باسرع من ان ندخل كل الثلاث ارقام. باقي آخر شيء التيبل نفسها، نضغط على أوكي وبعدها نضغط على أوكي. طبعا الحين نقدر نغير الرياليستيك مثلا أو شيدت ونشوف شكلها في 3D، وممكن أيضا نشيل الأجز بأن ندخل للGraphic Display Options. الأجز طبعا ما نقدر نشيلها إذا كنا في الستايل اللي هو Wireframe أو Headline أو Consistent Color، كلها لازم تكون فيه. بس لو اخترناها شيدد ممكن نشيلها من هنا ونضغط على apply، او لما نختارها realistic نضغط على apply، نضغط على okay. بس نتأكد انه الماتيريال اللي من المانج، ندخل على object style، نختار imported object. الشيرز تقريبا ايوه تغيرت من هنا للتيبل، نختارها بس عشان تكون صح ونضغط على okay، فصارت كذا بالشكل الصحيح. الآن طبعا نقدر نسوي لها لود للبروجكت ونبدأ نشتغل عليها بسهولة، وممكن ناخذها خطوة للأمام بأننا نعين بارامتر لكل واحدة من هذه الماتيريال، بحيث أنه نقدر نتحكم فيها وإحنا في المشروع بدون ما ندخل على الفاميلي. يعني ممكن من نكون في البروجكت من البروبرتيز نضغط على edit type وتكون عندنا لستة الماتيريالز للثلاث ماتيريالز ونبدأ نتحكم فيها. نسوي كذا طبعا مرة بطريقة بسيطة، بإننا نروح لـ create وبعدها من الـ properties عندنا هذا الاختيار اللي هو family types، نضغط عليه وبعدها نضيف 3 parameters، نضغط على هنا create a new parameter ونختار الأولى. طبعا نفس الشيء نسميهم نفس الأسماء ونغير، نخليها type نفس ما هي بس نغير الـ type of parameter إنه يكون material، نضغط على OK new مرة ثانية. ومن هنا نختار نفس في الفاليو، نختار نفس الماتيريال اللي سويناها للتشيرز، نختارها تشيرز، نضغط على اوكي. بعدها اللكس نختارها، نختار اوكي. واخيرا التيبل نفسها ونضغط على اوكي، نضغط على اوكي. الان نسوي لها سيف قبل نسوي لها لود للبروجكت، اما نضغط على كنترول اس او من فايل نختار سيف، نحفظها هنا مثلا من الاوبشنز، بس عشان ما يحفظ لنا اياها كثير نخليها بس واحد الماكسيمم باك اب، ونختار اوكي ونختار على سيف. نفتح نيو بروجكت، نختار من فايل نيو، نختار بروجكت المتريك اركتكتشر تمبلت ونضغط على اوكي. نسوي لها لود للبروجكت، نروح لنفس الفاميلي
وبعدها نختار load into project. ما عندنا إلا طبعاً project واحد مفتوح بيسوي لها على طول load وبتكون موجودة عندنا هنا. شوف شكلها في 3D. طبعاً ممكن أيضاً نشيل الأجهزة من هنا لو نبغاها تكون مثلاً realistic. نضغط على apply بس نشوف شكلها. اوكي نضغط على اوكي. الان لو طبعا نبغى نغير الماتيريال ما يحتاج زي ما قلنا ندخل للفاميلي نحدد عليها بما اننا اضفنا البارامتر ونختار edit type. وعندنا هنا كل البارامترز للشيرز واللجز والتيبل نفسها. مثلا نبغى نغير التيبل انها تكون مثلا وود، نضغط على الثلاثة نقاط. لا تروح وتختار وود ثاني من ماتيريال ثانية، غير على الماتيريال نفسها. من الابيرنس نختار ريبليس، وممكن نبحث هنا مباشرة عن الود، نختار أي واحدة من هذه الماتيريالز مثلا هذه، نسكر من هنا. وبعدها طبعا يكون احنا مختارين يوز رندر ابيرنس، نضغط على اوكي نضغط على اوكي. فكده تغيرت لنا داخل المشروع. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه أشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وبكذا يكون تساعد إن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر. وأكيد بكون شاكرة ومقدرة لدعمكم الدائم، ولا تنسى تتفرج على الفيديوهات السابقة. إذا كان عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت. وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.